الشابة حنين هي مطلقة لديها طفل واحد، خرجت لشراء ملابس لابنها. طليقها هنا تعرض لها في الشارع وتهجم عليها، أخذ ابنها منها وأجبرها على إقامة دعوى على طليقها. بعد 3 أيام قام طليقها بإعادة ابنها إلى بيت طليقته، وصار اتفاق بيناتهم عدم رفع دعوى ضده لأنها قامت برفع الدعوى. طبعا هذا الموضوع يمكن صار له سنة، لكن المشكلة اليوم أنه والدة الضحية تتحدث أنه ليس هنالك تطبيق للقانون وليس هنالك تطبيق لموضوع إلقاء القبض والتحري، خصوصا القضية هي قضية قتل. لذلك هذا طليقها قام بطعنها بعدة طعنات حسب ما تحدثت والدتها، أدت إلى وفاتها، ولا يزال حر أيضا حسب ما تحدثت والدتها، ولم تنفذ أي إجراءات. مراسلنا وليد الصالحي في كربلاء التقى بوالدة الضحية وأعد لنا هذا اللقاء، خلينا نشوف. جريمة بشعة هزت منطقة أم الهوى في قضاء طواريج أو قرب قضاء طواريج. حقيقة هذه الجريمة راح تتحدث بها والدة الضحية حنين التي قتلت من قبل طليقها. السلام عليكم حنين. بقى بحياتك. شوي علي لي صوتك واحكي لي شلون قتلت حنين. حنين عندها دعوة ويا طليقها. هي يعني نقول كربلاء قضاء طواريج، وهو من سكنة بغداد الزعفرانية. هو قبل ما يقتلها، يعني قبل ما يصير ينفذ الجريمة، كان يراقبها وين تروح وين تجي. آخر شيء عندها ابنها بالروضة، فطلعت تشتري ملابس لابنها، بنص الشارع تهجم عليها وأخوه. من تهجموا عليها فرأسا الناس الخيرة والشباب خلصوها، طبوها رأسا للمركز من طبة رأسا، سووا عليها إلقاء قبض وحجز راتب القاضي بنفسيته. ورست لأربعة أيام هو ابنها هنا، يعني أخذه خطف الطفل ابنها وقتلها إلها بالشارع. ردت ولد يعني يومين والثالث جاب رجع لنا ابنها. من أنا خابرته قلت له راح أقيم عليكم دعوة ابنكم بعد ما نريده وناخذه عن طريق الحكومة. فجاب ابنها فقال لها إذا تقيمين دعوة ما تحصلين بيش، وإذا ما تقيمين دعوة إحنا إيش قلنا؟ قلنا لا ما نقيم دعوة، راح تروح تتنازل على مود يجيب الطفل. فجاب الطفل وظلت هي أنا وياها نراجع بالدعوات، لأن إحنا شهود أنا وأخته وهم أكو شباب خطية شهدة ومن صالحها من هو اعتدى عليها بنص الشارع وضربها ونسوانهم مات. شو وقت ارتكب جريمته؟ اي وشلون شنو السلاح اللي استخدمه بارتكاب جريمته؟ انا اقول لك السلاح اللي استخدمه عن طريق يعني على الكتاب الكاتبي سكين يعني السكينه شنو هي ما ادري. شنو الاثار يعني بس الطعنات اللي بقلبها 3، 7 طعنات بمعدتها، الرئة مالتها 4 طعنات، يعني أنا أقول لك 14 طعنة من غير الجروح والكسور. أصابعها مقصقصهن ذني منها، أصابعها مقطمهن ذني منها، ذني مسوي ضارب دماغها. السبب ما عرفته؟ السبب شيء قامت عليه دعوة أو إصدار إلقاء قبض عليه وحجز راتب. وهو بنفس اليوم هو الصبح دق على أختها وهدد أختها، يعني قال لها إلا أخلى 40 بهاي السنة. بهاي هو يداوم منتسب بالدفاع على وزارة الدفاع، بس أنا ما أقول حسبي الله ونعم الوكيل. طيب أنا صدر أمر قبض عليه؟ هاي عدة أوراق. ليش ما ينفذ أمر القبض؟ ما أدري شنو السبب وشنو اللي يعني الإصدار اللي ما يخلي يعني قاعد يزد عليه أمر قبض. معكم هذا واحد من أمر قبض؟ اي هذا واحد وهذا الثاني، يعني 3 انا مطلعه عليه. على حنين شقد عمرها؟ عمرها حنين عماد عز الدين ركابية عمرها 23 سنة، يعني بعدها ما طابل 24 سنة. شقد الزوجة ظلت وياه تقريبا 2 سنين.
لان صار 5 سنوات هي من مطلقه، 3 سنوات من مطلقه، ظلت وياه سنتين، يعني عمر ابنها سنه من جت يمي. وظلت يمي لحد يعني 3 سنوات هي مطلقه مو على ذمته. طلاق سيد ومحكمه. فقام بين فتره وفتره يجي يتهجم عليها ياخذ ابنها ويشرد بيه، فهي رادت تكسب الحضانه. وقالها القاضي، قالها المحامي نفسه، قال القاضي يقول ما طول عندها زوج ام ما لها حق بالحضانه، فلازم تطلعين بيت وحيدك. فاجلنا لها، وهاي ورقه الاجار ماكو. طيب اجلنا لها بيت. انا اناشد مصطفى الكاظم، شكو واحد عنده غيره وما يقبلها على روحه. احنا ناس يعني من اهل الله. أنا بنتي إذا ما واحد يركض بيها قضية بنتي راح تروح ودمها راح يروح، وأريد من الله ومنكم مساعدة. وزير الدفاع هم ما تناجدة، وزير الداخلية هم ناجدة، شكو واحد عنده غيره أناجدة. لأن والله العظيم بنتي مظلومة ويتيمة وما عندي بس الله وأنتم. يعني شو أقول لك؟ والله العظيم أرد أعرف بس شنو، ليش قتلها؟ شنو الذنب اللي سوته بنتي؟ قتلها ومثل بالجثة؟ قتل وسرقة وسط مسلح وتمثيل بالجثة. دماغها مسوي انفجار. والله طاب عليها قاعد، يعني طاب عليها الساعة بالخمسة وثلث، طاب عليها بين طبته وطلعته همات نص ساعة هواي. أنا بس أقول يعني ما غزر بيك الزاد والمليح، ما صار بيناتكم عشرة ضحكة سالفة، ما فكرت بابنك. أنا هسه اللي يقتلني خالة، اقول ايش راعي؟ ايش يقول له الابن هسه بنزل على امه؟ يقول له انا قتلت امك؟ ليش؟ شنو الذنب اللي سويته؟ شنو داعت بحقوقه؟ يعني اللي داعي بحقوقه ينقتل من بعد 3 سنوات؟ والله خاله كل شيء ما ماخذه منه وكل شيء ما مستلمه، بس رادت تاخذ ابنها. يعني تكسب ابنها وتيت حضانه ابنها، يقومون عليها يقتلوها. الله اكبر.